السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم صالح مصطفى. نعم دكتور. السلام عليكم زينب. وعليكم السلام ورحمة الله. أعتذر على التأخير لأنه علق شوي في المحطة بتاعتك. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. يعطيك العافية دكتور. أنا كان لأنه إحنا أخذنا كويزين في المادة، في شباب مش ماخذة إما الأول أو الثاني، على أساس إنه نعمل كويز ثالث للشباب، يعني مشان اللي راح الكويز مثلا يعوض، اللي عنده علامة واطية يعوض. وكان رأيي إنه أحطه في مادة المد اللي إحنا إن شاء الله اليوم راح نخلص مراجعة إلها. وفي أحد الاقتراحات من زميلكم طالب الدباس إنه يكون في آفات النخيل، ما بعرف عنكم شو رأيكم؟ إنه يا دكتور الكويز يكون بآفات النخيل؟ إما بآفات النخيل أو في المادة اللي بتاعت المد، على أساس إنه أنتم مرت عليكم ودرستوها. كمراجعة لكم في المرة عشان تسهلوا عليكم مادة الفاينل، تاخذوا كويز في مادة الميد، ترجعوا مادة الفاينل. يعني دكتور نلغي مادة الميد إذا امتحنا فيها خلاص بالفاينل؟ وبالفاينل راح يكون عندك يعني غالبية الأسئلة من مادة ما بعد مادة الفاينل، راح يكون تقريبا ربع الأسئلة فقط من مادة الميد. آه لانه هيك القسمه تبعتك، انت اخذت من 25 ماده المد صح؟ صحيح دكتور. اه والماده كامله كم؟ 75 اذا كانت فاينل نضيفها 50 25 بصير عندك 75 قسم على 2 بيطلع 37 ونص، شيل منهم 25 بيطلع 12 ونص، 12 ونص من 50 يعني تطلع لازم ربع الاسئله من ماده وثلاث ارباع الاسئله من ماده الفاينل. يعطيك العافية دكتور. يعافيك أخوي طالب. الله يعزك دكتور. والله دكتور أنا اقترحت بآفات النخيل، كونه آخر محاضرات أخذنا آفات النخيل والشباب متذكريته بعدها. واللي ما ضبط علامته كانت واطي يكون سهل الامتحان ويرفع علامته. هذا شيء بيرجع للشباب، ولك دكتور. حبايبي بس الآن أنتم مشان نمشي على الوضع، مادة المد امتحنتوا فيها من 25 بدنا نمتحن فيها مثلا الكويز تبع بكره، بيجيك مثلا خلينا نحكي عندنا بالفاينل 50 علامة، بده يكون 10 11 علامة فقط على مادة المد، بحيث انه اللي بده يسن لمادة المد كانه بده يسن الكويز وبعدين بنساها، راح يمتحن فيها بالفاينل راح تكون عبارة عن 25% فقط من الأسئلة. هيك بتسهل عليكم، يعني بده يدرس الكويز لبكره مش راح يدرس للفاينل، لانه مش راح يجي الا ربع الاسئله منه. شو رايكم؟ والله بصير دكتور. السلام عليكم يا دكتور، يسعد مساك. الله يمسيكم بالخير النبي، هلا وسهلا. دكتور بعدين بدي اسالك سؤال لو سمحت. تفضل دكتور. انا ما كنتش من الاول او ما كنتش على بدك الصراحه على الجروب، لاني والله اني طالع. دكتور الكويز امتى ان شاء الله؟ الكويز الساعه 3 غدا بكره ان شاء الله، يعني 3 العصر. شكرا لك يا دكتور. عباره عن 10 دقائق فقط. اها تمام دكتور، شكرا. دكتور والله ممكن سؤال؟ تفضل. الله يزيد فضلك دكتور، في مجال يعني تأخر لنا واجب المكافحة شوي للعصر بكرة،
ماشي اعتبروا للعصر ان شاء الله، لانه دكتور ينتهي على الساعه 10 الصبح، يعني في مجال للعصريات ينتهي 10 المساء. الله يقويك يا دكتور، ما قصرت ان شاء الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نبدا مراجعتنا، وصلنا في الحاله القرائيه تقريبا اخر قافل اللي هي سوسه البطيخ. كان العائله هذه في الكوريونيتي تابعه الى السوس بشكل عام، مثل السوس الحمراء الهنديه. ميزه السوس هذا حبايبي يتابع الكوريونيتي، اذا اجى داخل النخله اجى داخل البطيخه تمام، بتغذى على اللب وهي الدوده شايفينها اليرقه تبعت سوسة البطيخ، عبارة عن سوسة تشابه سوسة النخيل اللي بمرت عليه، لكن حجمها أصغر، حجمها أصغر، وتتشابه لها رائحة كريهة نتيجة التعفن، تجعل الثمار طرية. هاي في لب الثمرة، هذيك في لب النخلة. أوكي، يعني أعراض ثقب السطح الخارجي للثمرة نتيجة آلة البيض، ضرر الأنفاق التي تصنعها اليرقات في لب الثمرة، تجعل الثمار طرية ولها رائحة كريهة. وعب النخلة في سوس الحمراء الهندية نفس الشيء، بيكون طري ولزج ورائحة كريهة. بتكشف عنه شايفينها تكون متشوية. نيجي على آفات أخرى تتشابه العائلة القرائية بالعائلة البذنجانية اللي مرت علينا، من ضمنها الذباب البيضة، ثربس البصل اللي هو ثربس، العنكبوت الأحمر، صانعة الأنفاق، وحفار ساق البذنجان. تقروا المعلومات هذه، معلومات المكافحة تبعتها، المكافحة الحيوية كذا، والأعراض تبعتها هاي كاملة تقروها، لأنه أخذناها بالآفات. يعني مرت علينا الثربس وأعراضه، حكينا بنركز الثريبس يتميز انه يصير اللون الفضي. ليش اللون الفضي يا حبايبي؟ في اعراض للثريبس نتيجه ايش اللون الفضي؟ نتيجه دكتور الافرازات اللي بفرزها، نتيجه انه الثريبس بخدش السطح البشره تبع النبات. مع الهواء دكتور، بتاكسد مع الهواء، تخرج العصاره النباتيه تتغذى عليها الثريبس، وهاي العصارة عندما تتعرض إلى أكسجين الجو تتأكسد ويصير اللون الفضي، وهو أحد علامات مميزة للإصابة بالثريبس. هاي الإصابات بالثريبس. نجي على الصليبية اللي ملفوف والزهرة والكتر اللف والجرجير والخردل والرشاد، تعال الصليبي. أول آفة من الآفات اللي هو الميني كابج إيفت، من الملفوف الدقيقة. ليش سميناها دقيقة يا حبايبي؟ ليش عليه علي طبقة شمعية؟ عليه الدقيق، عليه طحين، الدقيق والطحين صح؟ صحيح دكتور. من ملفوف دقيقي، يعني من بيجي على الملفوف واعراضه عليه طحين، هيك احفظها بال يعني باللغه العاديه. ايش الطحين هذا؟ هي افرازات زي ما تفضلت شمعيه تشابه الدقيق، تفرزها المن على جسمها. هاي شايفينه بالصوره، هاي صوره الايبيكورنس براسيكا منيبترا افيديدي، كله افيديدي الافيد، كل متشابك الاجنحة او نصف الفرد. اذا نفتر نصف الفرد، طلع هون عليه دقيقة. لما نمسح المادة الدقيقية، نغسل المنة المادة الدقيقية، يصير لنا الاشكال هاي، شايفين الصفائح الموجودة هون، كليرايز بسموها، صفائح ظهرية على الظهر. إذا عملنا كليرنج اللي هي عملية إذابة الدهون، إذابة المواد الأخرى، وبصير عندي بس الهيكل الخارجي
للمنه. هاي طريقه من الطرق اللي احنا بدنا بصنف الحشره بدنا بس نطلع على الهيكل الخارجي. هاي مثلا الدقيق، المواد الافرازيه البيضاء بدنا نتخلص منها. المواد هاي شايفينها ملونه في جسم الخليه، في جسم المنه، بندوبها بصير عندنا فقط الشكل الخارجي والكتل الخارجي، بصير زينا كشفافة تحت الميكروسكوب زي هيك. بصير عندنا هنا ال يعني سكليرايتس اللي هون تصلبات اللي هاي الأشكال اللي موجودة. عندنا سبيكولاي والكاودر، هذا الكاودر النهائي بطني شايفينها مثلثة، وسبيكولاي قصيرة شايفه هذا القرن البطني قصير مش زي المن الفوق الأخضر الطويل لونه أخضر حكينا عنه، يعني من البعدية كان لونه أسود، هاي أسود قصير وهي شكله. هاي بسبب ما أشوف الزهرة نادرة تجلفت، إذا هذا من المكبوك متخصص متخصص كاتب فيهم جنسيا إلى طلع عليه إذا ما في النبات ندوة العسلية بداية العفن كميات كبيرة، يعني طلع في رؤوس منع رؤوس صار عنه نتيجة خصوصا يعني من فوق الزهرة ما بتطلعش عن الرؤوس. هلا هلا دول هاي هسه الآن بفراشة من ملفوف البايس البايرس بلاسيكا والبايرس رابي الفراشة الملفوف الكبرى والصغرى، ثم ميزات هاي فراشة الملفوف بطلع على الصورة وبعطيني الميزات لها. بايرس بلاسيكا وبايرس رابي اللي فراشة الملفوف الكبرى والصغرى، ليش تتميز هذه الحشرة الأضل البالغة؟ بعد جميع المايكرون عشتو شباب تميز باللون دكتور بالأجنحة تبعتها. لا شايفين اللون الأجنحة واضح حشرة يعني فراشة مش عدة والله فرد جمال قولون الاستشعار دكتور تبعتها كمان. لا قولون الاستشعار كل الفراشة يشابه هذا القرون الاستشعار، لكن حكيت عنها أنت اللون أبيض والبقع السوداء المميزة لها، كانت نقطة أو نقطتين لون أبيض عليها جناح الأمامي والخلفي، بعض اللون الأسود المميز، وهي موجودة كثير في حفو الملفوف سموها بدقيق الملفوف فراشة الملفوف من فراشة الملفوف الكبرى والصغرى، يعني نوعين تبعات لنفس الجنس. هاي متخصصة ملفوف الزهرة بشكل رئيسي، طلع عليه هون بيكون عنده مثلا طريق فرادة أو لطع، كيف شكل الجيوب ثلاث أطوار تفكس هذه الأطوار إلى مصر العذراء، شكل ثقوب يعني تعمل ثقوب الأوراق تتعرى الأوراق وتبقى العروق. هذه رئيسية مضبوطة لا طالب؟ نعم دكتور. آفة رئيسية ليش؟ آفة رئيسية. آفة رئيسية لأن دكتور بتاكل أوراق ما بتخليش نهائيا، والورق هو اللي بيعمل رأس ملفوف هو ورق أصلا. الملفوف ورق والزهرة ورق بده يعمل رأس. إذا صابت الزهرة نعم في رأس. وصابت الملفوف ضربة الورق اللي هو هذا المنتج تبعنا. ما بتخليش إلا العروق بس. بس العروق. نيجي على عكسة الظهر الماسي، سمي الظهر الماسي طلع الشكل اللي وراها، وخصوصا مع وجود الشمس بتطلع لمعة إلها الظهر تبعها هون طلع هيك زي المثلث هناك، عند لما تطلع عليه من فوق بتكون زي الماس زي قطعة ماس بلوتيلا ماكلوبينوس بلوتيلتي، يعني طلع هون فايروس طلع اسم شان ربط العيلة أعرفه الفايروس فايرالتي بايريدي بايرس بايريدي اسم الجنس يشابه اسم العائلة بايريدي بايرس. نجينا على البلوتيلا
اللي هي في الظاهر الناسي لوتيلا لوتيلي لوتيلا لوتيلي ناخذ اسم الجنس اسم الجنس ما اخذه من اسم العائلة مشان تسهل عليك الحفظ تبعه سبي الملفوف والزهر والرجل والخردل فم السمكة والأصغار نفس الشيء تعمل لنا وقوف الأوراق وآفة رئيسية مفسيات البرغوثية الفايلو تترا كروسيفيرا كرايزومنيدي ترى شو تعملنا في الورق كنفوسي هاي كوليوبترا كنفوسي مش سوسة كنفوساء البرغوثية بتسبع يعني البرغوثية سموها كنفوساء البرغوثية في بيتر يصيب الفجل بشكل رئيسي بعد ما الفوق الزهر والشمندر ممكن يصيب العوائل الأخرى طلع الوراق بشكل رئيسي قطع الشجر صغيرة وعجد على الجذر يعني تتغذى على الورق والجذر عندنا أمراض هذا في السعر البرغوثية تقوط على أوراق تبدي الأشجار الصغيرة تبدي على جذور النبات ويعتقد نقل الأمراض الفيروسية يعني من فوق النبات لآخر أن الآفات السابقة مثل ذباب البيضة ثريبس والحفار والحلوش أو الملوش وقد بتورك القطن دود القارة السوداء والحرم الأحمر كل مرة عليهم في العائلة بيت الجني بالنسبة لنا العائلة الصليبية أنا بعض ذباب البيضة هاي الثريبس هاي الحفار هاي بتورك القطن ودود القارة السوداء مرر علينا بمرن وهي الحلم الأحمر نيجي على آفات العائلة الزنبقية البصل الثوم كراز عندنا ثربس البصل ثربس التباسي تعيشون أكثر وتبيت الأجنحة تريبيدي ثربس تريبيدي اسم الجنس مع اسم العائلة كان بصيب البصل الثوم ملفوف الزهرة تأيات الانجنيات قطن بدل زينة القرنفل متعدد العوائل اللون الذهبي اللون الفضي لا شو لون المصيدة اللونية اللي مستخدمها للثريبس زرقاء دكتور إذا زرقاء مش صفراء أوكي. لا الصفراء للذباب البيض الصفراء صفراء لآفات ثانية أصفر دكتور أصفر أصفر دكتور أصفر أصفر للذباب البيض وبعض الآفات الثانية لكن الثريبس بده زرقاء مصيدة زرقاء اللون أوكي أصاد لوني الزرقاء عن المفترسات والمودات الحجرية ذبابة البصل ذبابة الهيميليا أو الديليا أنتيكوا كنا بسميها هيميليا أنتيكوا أو ديليا أنتيكوا حطيت لك من قوسين نستخدم اسمين إلها واحد حديث واحد قديم يعني هسه الآن اسمها هيميليا كان اسمها ديليا أنتيكوا أنثروميدي أنثروميدي ثنائية الأجنحة ذبابة أوكي يرقى عذراء أوكي الأنثروميدي a large diverse family of Ascoidea flies يعني بنت عم الذباب المنزلية وهي الحشرة مكبرة صورة ممتازة تشبه الذباب المنزلية مع بعض الاختلافات آفة رئيسية بالنسبة لنا رؤوس البصل دورة يعني تنشط الخريف تظهر أنثى بيضاء سطح التربة القريبة من نباتات العائل أو على رأس البصل مباشرة تفقس اليرقات تصنع انفاق في رأس البصل تعدى في التربة إلى جيلين شايفين هاي البيض هون أوكي طلع رأس البصل تتغذى اليرقات بداخلها بتعفن الرأس وبخرب إذا آفة رئيسية لاحظين فكرتها وقوف الأبصار مما يؤدي لتعفنها إن شاء الله ذلك اصفرار وموت النبات تحت وجه البصل في المخزن تؤدي لتعفن هاي زي حتى الدرارات بطاطا آفة مخزنية أيضا ماشي مرت عليك مشاكل طالب بهاي الآفة ذبابة البصل نعم دكتور نعم
المخزن ولا في العقل؟ الدودة هاي تبعت البصل في التقاوي ولا في الحقن شفتها؟ لا بالحقن. وإذا بعد القاتل والمحصول إذا كان إذا إصابه بالحقل وخذ إنه خالي من الإصابة والخزنه. إذا الخاف منها إنه وديها يعني بدأت تصاب بتتخلص منها وما أنقلهاش للمخزن تبعي لأنه عارف إنها بتصيب المخزن، يعني بتيجي على رؤوس البصل في المخزن يعني بتلحقنا على المخزن بتأثر عليه. في التعفن تبعها وأكلها إذا أجت على الشتل الصغير بتموته، الشتل الكبير بيجي بتضغل لك راس البصل نفسه. بدأ قرض السوداء وحكينا شايفين شو بتعمل، هاي اللي بتخرب وراها بعد ما تخلص طور اليرق بتتحول لعضلات، قبل ذلك بتقطع عليه شكل الساق وبسقط النبات. تعال البقولية، من الفول شو مميز من الفول يا شباب مصطفى؟ دكتور لونه الأسود، بيجي على نبات الفول ولونه أسود. نعم بيجي على نبات السوق من الفول فين عيفد عيفس فابي، فابي يعني فول تابع للمية بتاعته دي. وهذا غالبية العقول عندنا خصوصا الفول بنزرع في الشفا، بشوفه كثير خصوصا في المناطق الشمال بزرعوا كثير بين الأشجار، بتلاقي مصيبته انه بيجي بس هان يعني بسيب لي الفول والارض شوكي البندورة والجار مثمرة بجذب الفول بجذب المن زي ما تفضل الدكتور بزرعوه بين الأشجار الحمضيات بجذب المن، هو لانه بتكاثر طول العام بكرين على نبات اسمه سولانا النيجرا، ما انا بعرفش اذا له اسم ثاني غير عنب الديب او عنب الديب، هذا هو النبات اللي انا بورتيك اياه عنب الديب. مضبوط دكتور مضبوط، عنب الديب اسمه. عندنا منتشر كثيرا في عقولنا انت ليك هيك، والمناطق اللي يعني اللي مش مزروعه او العشبيه او المتروكه كثير موجوده، هذا هو العائب اللي بيبنوا عليه هذا الفطر على هذا المن، وبنتقلنا الى الفول والبنجر والبندوره والمنزهر. تركي طول العام بيجي على هذا النبات، بتنتقل للاناث المجنح العوائل الاخرى اللي بتلد الحوريات تكاثر عضري. اوكي يعني هنا اذا كان موجود عندنا في الحقل النبوي هو مصدر الاصابه للفول، الفول من الفول شايفين كيف بيجي، يعني بيجي على القرون وبيجي على الساق وبيجي على أوراق كامل غدا كامل، يعني أفراد المن على السطح السفلي أوراق نباتات حديثة والغطة المليئة بالعصارة وعلى أفرع الغطة والأزهار والقرون الغطة وسقانها، يعني كل شيء فوق الأرض بيهجم عليه، يعني اللي زرع فول شاف الفول راشوا رش بالفول وين مكان عليه من. مظبوط يا حبايبي؟ مظبوط دكتور مظبوط. ومع المن العسلية بيجي عفن أسود يصير أسود في أسود لما تراشه أسود، نعم سيب النبات من الأعلى للأسفل كامل لأن نبات الفول غض، انت نبات الفول غض لذلك إن كان ورقة ولا ساق نفس الشيء لقرة لاحظين؟ قرون يعني تشوهت كامل تشوهت طلع الآفة، يعني تتصور أنك أنت تركت الفول عليه من بدون عناية شو بيصير فيه؟ حرق مش كامل، هاي صورة من عندنا بعض الشباب تركين الفول ولا مش كامل، حكينا علي العادة الهوية. عندنا كمان عندنا هسه في شوية تخصص في البقوليات، عندنا مثلا نوعين من العدس أو اللوبي منتل أو كاوبي إيفس إيفس كراسيفورا، هذاك إيفس فابي حكينا عنه أسود، هذا إيفس كراسيفورا
اللي هما العدس أو اللوبيا، بيجينا العدس وبيجينا هناك. هاي مميزاته تتميز عنا باللون، طلع اسفل الكولايكب منتفخ من هنا، بعدين أنبوبية نهاية البطن طلع مطولها نهاية البطن الكاودة القرن البطني أو الشرجي، هذا القرن البطني طويل نسبيا، وقرن الشرجي طويل نسبيا كمان مستدر. الألوان تبعته تختلف كمان، طلعت الألوان على الأرجل تميز يعني هذا القرن. أنا من البازلاء، شو بميز من البازلاء عن النوعين دول؟ شوف النوعين منهم، من الفول الإيبس فابي ومن اللوبيا والعدس إيبس كراسيفورا. هذا أسيرته سيفم بيزم من البازلاء بيز بازلاء بيز بيزم. شو ميز هذا؟ أحمد أتون لونه دكتور أخضر بكون مش أسود، لونه أخضر، لونه أخضر، لا فيش ألوان فيه، فيش ألوان فيه. شو هاد؟ شو هاد؟ شو هاد؟ شو هاد؟ إفرازات للندوة العسلية؟ أحمد بطلع لك من الكمبيوتر، بأشر لك عليه. شو هذا؟ شو هذا؟ هذا قرن، قرن دكتور، قرن، هذا قرن بطني، قرن جرجي، قرن البطن طويل. نعم، يقول قرن استشعار، قرن استشعار. والثاني قرن المطولة، قارن باللي قبلي، قارن باللي قبلي. انتبهت؟ انتبهت؟ ما واضح. هذا طوله، هذا طوله حجرة. طلع عملنا لاحظ؟ لاحظ؟ نعم نعم دكتور. مش مبين، صغير، ندري صغير، ندري صغير. النهاية، النهاية تصغير الألم، تصغير الألم. جودة صغيرة كثير، جودة صغيرة كثير. يعني بالنسبة للون يختلف، بالنسبة كذا، لكن إذا عملنا عملية تحكيم، يعني كله، يعني كله صار شفاف، خلوا لك إنه بيجي على البعير اللي بقوليه، خلص هذا الطويل، هذول أطوال، هذول أطوال، بعرفه من البازلاء. عندنا سوس توراق البازلاء، عندنا أربع أجناس من السوس، يصير العائلة البقولية اللي هي الأبيول، السيتونا، الهاتيرا، واللكزس. زي سيارة الليكزوس، هذا سيتوني زي السوناتا والآبن والهايفيرا، هايبر هايفيرا، كلها كل يبترى اللي نجمعها. بدنا نميزهم بالألوان، الجنس الآبيون كله شو سوى بعد الآبيون، هاي شكله سيتوني، هاي شكلها فوس الهايفيرا، هاي شكلها، والليكزوس هاي شكله. إذن عندي أربع أجناس من السوس. الحشرات بشكل عام تتغذى على الأوراق الفروع الغضبة، تتغذى الإرقات على الحبوب داخل القرن. هذا السوس الحبوب، لو كل ورق بتيجي على الحبوب. الليكزس بحفر في السيقاع كمان الغضبة. عندي صانعات أنفاق كلها تابعة على إيش؟ للأجرومايزدي. أجرومايزدي صانعات أنفاق تابعة للدترو دباب. حكينا مايزا، مايا مايزا، لايرو مايزا، بايتو مايزا، أوفيو مايا. أضوان لايرو مايزا جنس بصير بفاصولي بزلاء وفول وحمص، الفايتو مايزا بصير كمان بزلاء، الأوفيو مايزا بصير بفاصولي واللوبي والفول والحمص وفول الصويا، كلهم تبعات لأجرومايزدي للدترو. طلع لنا الأوبتمايزا كيف لونه، الفايتمايزا كيف لونها، اللايرومايزا كيف لونه. مرت علينا اللايرومايزا الصانعات أنفاق أوراق بندور، حكينا كيفية الأنفاق تبعتهم فيها ومتعرفة. عندنا خلاف البذور برضو أكثر من نوع،
هو البروكس الكالو كالوسو بروكس والأنثو سيلكس. البروكس جيل واحد سنة، الكالو بروكس عدة أجيال، الأكانثو سيلكس عدة أجيال. هذا بصير بزيلة وهذا بصير والعدس والفول الكرسني، الكالو بروكس بصيرنا اللوبيو الأموس والفصولي بصير الأكانثو بروكس. هاي الأكانثو سيلكس، هاي الكالو بروكس وهي البروكس قريبات من بعض، لكن في يعني هذا بدل القرون بشبهها لكن التلوين بيختلف. هذا بروز الشعر مختلفة، هذا فنفس البذور تصير البذور عني، طلع كيف تعمل البذور، تيجي تحط البيض على القرن وتدخل جوا القرن وتخش على البذور تعدر داخلها تفرد الحب من الداخل تدخل. شايفين هذا سوء الفنافس أو سوء سبن البلاك، هذا سوس مع السوس، هذا شايفينه سوس طويل الزرفان، وهذا خنافس، أي خنافس شايفين ما في استطالة بالزرفان، أي خنافس البذور. بدش نقول سوسة البذور بالعامية، نحكي لسوسة لأنه بس أي شيء نقول على الفاصوليا كذا سوسة، لكن عندنا بنميز بين السوس والخنافس. عندنا عدسة قرون البقوليات اللي الإيطاليا زنكنيلا بتصير اللوبيا والغازيلا حتى صغيرة، طلع الخط اللي هون المميز لها على الأقل هون بس نشوف طلع بتاخذ غدا القرن غدا داخل الحبوب داخل خلف الشفاه بالكامل. هذا القرن نفسه قطع عرضي وهي حشرة. اوكي فنفور راحت معكم من جوا. انا فات افضل سابقا تشمل ادفة كمال بندورة دود القلب السوداء وطرق القطن الباب البيضاء حفار اوروب والنبطات الاحمر النبطات الاوراق والحلم الاحمر بس بين البقوليات. اخر موضوع لنا افات العائلة النيجيرية جبل الصحراوي حكينا عنه سيركا جريجاري ديزرت لوكس وشكله يصيب القمع والشعير إضافة قدروات الجهة مكثمة لا يبكي ولا أذر كل شيء. هاي عندك الأطوار تبعته البيوت كيف شكلها كيف بيس النطاطات بعدين يصير تتجمع يصير طور المهاجر يصير عندك أسراب من هناك وهي يعني أسراب المهاجرة وهي عندك التزاوج شايفينه وانت بتبرد بالداخل برطوبة معينة وهي الأسراب تبعتها تأكل قريات ثلاثة ضعف وزنها وتأكل كاملات من ما يساوي وزنها أو ضعف هي انتشارها في المناطق هاي. عند الهجرة تبعتها شرحنا عنها وقت المعلوماتكم اللون الأسود واللون الانفرادي اللي مش طيب مهاجر الانفرادي والتجمعي طور يعني بتكون فرق بتجمع نقاط الحمراء بعدين اللي هاجر. مكافحة حيوية مكافحة هرمونات تشويش مكافحة كيماوية خصوصا بعدين رش جوي بده وعامل. شرحنا هاي كيف انك انت مراقبة الجراد عن طريق الفاو في روما وان في ناس على الارض وتعطي المعلومات وفي عملية رصد وتعاون دولي هاي المراحل تطور دور الانفرادي هون لما يوصل عندي هون مهاجر. حكينا عندك يعني كيف بيشتغل الريحة والعلامات والاحتكاك والمواد اللي تخرجها اللي عندي السوليتيريوس بيهيفير والجريفيوريس بيهيفير. في عندي مادة ستيرينون اللي هاي المادة تفرزها في حالة التجمع اللي فرزتها يعني مادة نتجمع ونهاجر مش موجودة مادة بصير تضلوا
ثابت على الأرض بدون شهادة. إذا في عندي عدة علامات اللي بزيد عملية الاسترينور وأنا بشوف في علامات بتطلع بزيد عندي زيادة إفراز هذا المادة. إذا انفرزت المادة هاي تحكي للجراد الثاني إنه بدنا نجمع ونهاجم. من جذور القمح؟ هذا من الأبلو نيورا لينتيسي بصيب الجذور القمح، النوادر اللي بصيب عندي من الجذور، وهذا من النوادر طلع شكله كيف يعني مش متمايز بصيب الجذور، وهو أصلا بصيب لي الفستق الحلبي والفستق البري، لكن بيعمل لي انتفاخات في الأوراق المصابنة. إذن أعراضه على القمح ومن جذور، أعراضه على الفستق الحلبي والفستق البري بيعمل لي هذا الانتفاخ، هذه الانتفاخات في الأوراق المصابنة. إفرازات بيضاء على الجذور القمح هذا بيعمل. عندي من النجلياس سيز إيفز جراماريوم سيد القمح، وعلامات تطلع اللون الأسود لقرون الاستشعار والقرون البطنية. من النجليات بسموه هاي كمان طلع كيف من معطي لك الورقة تربس القمح تربس لهالو تربس تريتيكي تريتيسي اللي هو القمح هالو تربس نوع من أنواع المتخصص على القمح، مش تريبس التباسي أو تريبس هالو تريبس تريتيكي أو تريتيسال، بيتميز عنه في يعني تغذي الورد البيضاء في النبات خاصة وقت إزهار القمح، تغسلقات ذات لون أحمر، يرقاتها لونها أحمر، فلا شو بتعمل علامة ضرر على الحبة نفسها، فكان بيعمل الأوراق اللي لون فضي وعرق من ليش. بقة السونة ليوغاستر التجيسبس السونة بق، شو احنا حكينا على البقة الخضراء، هاي بقة السونة تختلف في الخضراء هاي لونها خام الخام خلينا نحكي هاي البيوت تبعتها، فكينا بطلع كيف تيجي على راس القمح على السنبلة تاخذ العصارة تبعتها تضرر على الجذور، وعندها رائحة كريهة ستينك بوك، حكينا ثنتين كريهات الريح هذيك القدرة وهاي وهي تضرر على الأوراق. بقة الصحراوية يوتيونيس مينوتس بزر بوك لونها زي الصحراوي، الجفة القمة النامي والبراعم، حكينا البق ميزته انه بيجيني على الأزهار. عندي دبور الدبابير كلها جيدة ما عدا الدبور الأحمر والدبور يعني والدبور الأصفر والدبابير هاي شكل الآفعة النحل والآفعة المواد الحلوة، وعندي دبور الحنطة المنشاري دائما هاي منطرة بيكون في أعداد طبيعية طابعة له، لكن هذا جينا كآفة كبير الحجم بالنسبة للأعداد الطبيعية، طلع شو بعمل لي الدبور تتركين اليرقة النشاط يعني انشار نتيجة تقريدة داخل الساق وتجاه الأسفل يطلق مفروض تنزل للأسفل يعني حفار. كاسرة سنابل قمح لأوريا مسكولوسا نوكتويدي، نوكتدي مرت معانا هذه هنا تكسر القمح، كاسرة تكسر سيقان القمح تصبح سنابل صفراء لعدم وصول الغذاء ويصير فصل سنابل عن الساق عن تحريك النبات. هذه البيوت ذاتها دوت الزرع تعرفوها سرنجو باس تمبريتيلا تريلو نيكيدي شايفين حتى صغيرة وتتميز في الألوان تبع الجناح الأمامي وكل اللي طلع كيف زي حفار دورة الورقة تبعتها. تظهر أنفاق داخل الورقة وتظهر الأوراق بلون أصفر تتحول لون تضمن حبوب يخف وزن. دوت الربيع هاي اللي تجي الواحد في السنة اللي كنا نعرفها هي شايفينها كل واحنا صغار اللي عندنا فيها دوت الربيع
ولكن هاي آفة على القمح الشعير. تخرج يرقات الأوراق النبات الأعشاب تنسج اليرقة شبكة من الخيوط البيضاء